في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حرصنا على أن يبدأ التحول الرقمي من هنا. هذا الملف مثلاً قلصنا وجوده وحرصنا أن تكون جميع تعاملاتنا رقمية. وصلنا نقدم كل الخدمات ونستقبل جميع الاستفسارات عبر موقع الهيئة والتطبيق والقنوات الرقمية. وأطلقنا بوابة المستفيد والتي تمكنك من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات، وهذا كله من خلال ضغطة زر. وداخلياً كل شيء صار رقمي، يقدر الموظف يخلص كل أموره عن طريق نظام موحد فيه كل الخدمات اللي يحتاجها والمعاملات والمهام المخصصة له، ويقدر يتواصل مع زملائه وين ما كانوا. زميلنا محمد اليوم مثلاً يعمل عن بعد وفي بيته. اليوم صار الموظف يقدر ينجز أعماله من داخل الهيئة ومن خارجها نفس الراحة والكفاءة، والدليل استمرار عمل 800 موظف خلال جائحة كورونا دون انقطاع. وحتى اليوم صرنا نعتمد على حلول العمل عن بعد متى ما سمحت لنا الفرصة. اليوم نعمل على تطوير بنية معلوماتية فعالة لتحليل البيانات ولدعم اتخاذ القرار ببيانات محدثة وبدون أي تدخل بشري مباشر. أحدد تحديث الموضوع. إي نعم، بدأنا باعتماد آليات المشين ليرنينج حتى نتأكد من أن كل المعلومات تخضع لتحليل دقيق ونوعي. قدم نتائج مفيدة للجميع، وإن شاء الله قريب راح تشوفون النتائج. الهيئة حرصت على أنها تلعب دور محوري في التحول الرقمي حتى يكون طريقنا للمستقبل وأسلوبنا للارتقاء بالأداء.